بقى الكحول 70% مطهر أقوى من 90%؟ طب تيجي إزاي؟ وإيه الكحول الأفضل؟ الإيثيلي ولا البروبيلي ولا الأيزوبروبيلي؟ طب إيه أقوى كوكتيل مطهرات؟ كحول وديتول وكلور ولا خل وليمون وماء أكسجين؟ وهل الإفراط في استخدام المطهرات هيؤدي لإن الفيروس يكون مناعة ضدها ويتوحش ويستشرس أكتر؟ أهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هنتكلم عن نجوم المرحلة، السلع الأكثر طلبا بعد تفشي وباء الكورونا، المطهرات يا جماعة، إزاي بتشتغل على الفيروسات وإيه الحقائق والخرافات في المعلومات الكيميائية اللي بتتداول عنها. تعالوا نبدأ بالكحولات. الكحول المطهر قديم جدا وتعتبر بردية بروكش المكتشفة في سقارة والمعروضة حاليا في متحف برلين، واللي بيرجع تاريخ كتابتها لأكثر من 3300 سنة، واحدة من أقدم إن لم تكن أقدم السجلات اللي بتوثق استخدام الكحول كمطهر ومضاد للجراثيم. ولحد النهاردة بتتصدر الكحولات قوائم المطهرات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. طب إيه التفسير العلمي للمفعول التطهيري للكحول؟ جزء كبير من الفيروسات زي فيروس الكورونا مثلا بيكون محاط بغلاف دهني ليبيد باي لاير. الغلاف ده له وظيفتين بالنسبة للفيروس. الأولى هي حماية بروتين المادة الجينية للفيروس لحين وصولها لداخل الخلايا الحية، والوظيفة الثانية هو حقن المادة الجينية للفيروس داخل الخلايا عن طريق المجسات والمستقبلات والقنوات اللي موجودة على سطح الغلاف ده. الكحول بقى له مفعولين ضد الفيروسات المغلفة دي. المفعول الأول هو إنه بيقطع الغلاف الدهني للفيروس فيبعتر أحشاء الفيروس بدري قبل ما يوصل للخلايا أصلا. والمفعول الثاني للكحول هو إنه بيفسد بروتين المادة الجينية للفيروس بشكل يمنعها من التدخل في التناغم الجيني داخل الخلايا ده لو وصلت أصلا. يعني إيه الكحول بيفسد بروتين الفيروس؟ البروتينات عبارة عن جزيئات عملاقة، وكل بروتين له شكل فراغي مميز. الشكل الفراغي ده أساسي للبروتين عشان يقدر يقوم بوظيفته، وأي تشوه في الشكل الفراغي ده أو في بنية البروتين بيمنعه من أداء وظيفته. عملية تشويه بنية البروتين أو ما يعرف بإفساد البروتين بروتين دينيتشريشن ممكن تتم بطرق كتير، زي رفع درجة الحرارة أو تغيير درجة الحموضة أو الإخلال بالروابط الهيدروجينية بين أجزاء البروتين اللي بتحفظ شكله. وهو ده بالظبط المفعول الثاني للكحول كمادة مضادة للفيروسات المغلفة. طب ليه الكحول 70% مطهر أقوى من 90%؟ وجود المية بنسبة 30% على الأقل بيسهل من اختراق الغلاف الدهني للفيروس، لأن الكحولات المركزة أكتر من 70% بتتفاعل بشراهة مع البروتينات اللي موجودة على سطح الغشاء ده، وبتكون طبقة من البروتين المتجلط تمنع اختراق المزيد من الكحول علشان يفسد بروتين المادة الجينية اللي داخل الفيروس، ودي اللي بيجي منها الخطورة كلها. السبب الثاني هو انه وفقا للخواص الجامعة للمحاليل Colligative Properties of Solutions مخلوط الكحول والمية اقل تطيرا من الكحول الانقى، وده بيديله فرصة يفضل لوقت اطول على السطح المراد تطهيره. برضه مخلوط الكحول والمية بيبقى أقل قابلية للاشتعال من الكحول الأنقى، وده بيسهل من نقله وتخزينه. طب إيه الكحول الأفضل؟ الإيثيلي ولا البروبيلي ولا الأيزوبروبيلي؟ الكلام اللي فات ده كله ينطبق على التلاتة، والفروق في الكفاءة بينهم تكاد تكون لا تذكر، وإن كان الكحول الأيزوبروبيلي أكفأهم. طب إيه سر التفوق الضئيل ده؟ التفسير هو إن زيادة طول وتشعب السلسلة الكربونية للكحول الأيزوبروبيلي مقارنة بالكحولين التانيين بيسهل من اختراق الغلاف الدهني للفيروس. طب حذروا فذروا، ايه المركب القطبي اللي سلسلته الكربونية اطول من كل الكحولات دي وبرضه بيخترق الدهون؟ الله ينور عليكم، الصابون. اذا كان طول السلسلة الكربونية للكحول الأيزوبروبيلي 3 ذرات، فالمواد الفعالة في الصابون بيتراوح طول السلاسل الكربونية فيها من 12 ل 18 ذرة كربون، علما بأن سمك الغلاف الدهني للفيروس الليبيد باي لاير بيتراوح من 28 ل 48 ذرة كربون. علشان كده استعمال الصابون أفضل بكتير من استعمال الكحولات بشكل يغني عنهم أصلا.
لان الصابون مش بس بيدوب الغلاف الدهني للفيروس، لا ده بيغرس فيه وحرفيا بيشيله من مكانه ويحركه مع سريان الميه. نيجي بقى للكلور ومشتقاته. ايه الفكرة العلمية للمفعول التطهيري للمركبات دي؟ اولا الكلور غاز، لكن تعتبر املاح الهايبوكلورايت هي اكتر مشتقات الكلور انتشارا، وهي نفس المواد الفعالة في المبيضات اللي بنقول عليها مجازا كلور الغسيل، واللي من اشهرها العلامة التجارية كلوروكس. المركبات دي لما بتدوب في المية بتولد ايونات وشقوق حرة فري راديكالز شديدة النشاط، بتتفاعل بشراهة مع البروتينات والاحماض الامينية والدهون الخاصة بالجراثيم بشكل يؤدي لتفكيكها وتدميرها. وعلى فكرة اجسامنا برضو بتستخدم نفس التقنية الدفاعية دي. اكتر انواع كرات الدم البيضاء عند الانسان والثدييات عموما هي الخلايا المتعادلة نيوتروفيلز. الخلايا دي بتهاجم الجراثيم في جسم الانسان عن طريق ابتلاعها ثم افراز تركيزات ضعيفة من نفس املاح الهايبوكلورايت لتفكيكها وهضمها. شوفوا في الفيديو ده الخلية المتعادلة النيوتروفيل بتجري ورا الجرثومة ازاي وسط الخلايا لحد ما تجيبها وتبلعها وتهضمها عن طريق املاح الهايبوكلورايت. تالت مطهر معانا النهاردة هو ماء الاكسجين. فوق اكسيد الهيدروجين هيدروجين بيروكسيد او ما يعرف بماء الاكسجين، هو برضو مادة مؤكسدة زي الهايبوكلورايت لكن اقل حدة، وبيرجع مفعوله التطهيري لشقوق الهيدروكسيل الطليقة اللي بيولدها في المحاليل المائية. الشقوق دي بتتفاعل بشراهة مع الاغشية الدهنية والاحماض النووية للجراثيم بشكل يؤدي لتدميرها. فوق اكسيد الهيدروجين برضو موجود في اجسامنا بتركيزات قليلة بشكل طبيعي كناتج لبعض التفاعلات الايضية وكأحد المركبات الوسيطة الاساسية. رابع مطهر هنتكلم عنه النهاردة هو الديتول. ديتول ده مجرد اسم تجاري لمجموعة منتجات بتحتوي على مادة فعالة اسمها الكلوروزايلينول. المادة دي تصنيفها في الكيماويات فينول، والفينولات بشكل عام ثبت فعلا فعاليتها ضد مجموعة كبيرة من الجراثيم، وبتشتغل عن طريق تمزيق الغلاف الخارجي وإبطال عمل الإنزيمات الأساسية للجراثيم. لكن مفيش دراسة لحد النهاردة بتثبت فعالية الكلوروزايلينول تحديدا ضد فيروس كورونا المسؤول عن أزمة الكوفيد 19 الحالية. على اي حال بعض منتجات ديتول بتحتوي على مادة الكلوروزايلينول في صورة محلول كحولي بتركيز 70%. المنتجات دي اكيد هتكون فعالة ضد فيروس كورونا فقط بسبب تركيز المحلول الكحولي، لكن طبعا هيكون سعرها اعلى من المطهرات اللي اتكلمنا عنها قبل كده بسبب احتوائها على مواد تانية بترفع من تكلفة انتاجها. نيجي بقى لاساطير طب الفيسبوك. ايه مدى صحة استخدام محاليل الملح والخل والليمون لمكافحة الكورونا زي ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مبدئيا فعلا المحاليل الملحية يمكن استخدامها لمكافحة البكتيريا، وفكرة عملها هنا بتعتمد على توظيف خاصية الضغط الاسموزي لقتل البكتيريا عن طريق تجفيفها وسحب المية منها. الكلام ده ينطبق كويس جدا على البكتيريا، لكن لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الفيروسات. وكل ما يشاع عن الغرغرة بالمحاليل دي على سبيل الوقاية من الكورونا ده كلام ملوش أي أساس علمي، بل بالعكس ممكن يجيب نتيجة عكسية لأنه هيسبب جفاف الحلق ويخليه أكتر عرضة للإصابة. تاني أسطورة معانا النهاردة هي كوكتيلات المنظفات والمطهرات. مبدئيا ممنوع تماما خلط منظفات مع أي مواد كيميائية تانية غير المية، لأننا زي ما شفنا المواد دي بتتفاعل بشراهة ونواتج التفاعل بتكون مواد خطرة مش خلط التوابل هي. ومن أمثلة كوكتيلات الكوارث دي مخلوط الهايبوكلورايت والخل، ده بينتج غاز الكلور السام اللي بيسبب تأكل الرئة، اللي هو تيجي تعمل كوكتيل عشان تحارب بيه الكورونا فبدل ما يجيلك التهاب رئوي من الكورونا يجيلك فشل رئوي من الكوكتيل نفسه. وعندك مخلوط ماء الأكسجين والخل، ده بينتج فوق أكسيد الخليك بير أسيتيك أسيد، ودي مادة آكلة خطيرة ممكن تاكل الوعاء اللي حويها، فأرجوك خليك في السليم وبلاش تخلط منظفات. ولحسن الحظ معظم الكيماويات دي بتتباع للمستهلك العادي بتركيزات أقل من إن خلطها يسبب مشاكل كبيرة، ومع ذلك وجب التنبيه من باب تصحيح المعلومة، ولأن برضو المواد دي لو اتخلطت بكميات كبيرة في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية حتى لو بتركيزات قليلة ممكن تسبب ما لا يحمد عقباه.
آخر نقطة معانا النهاردة هي معضلة السوبر باجز أو مناعة الجرثيم ثيم. هل الإفراط في استخدام المطهرات هيؤدي لأن الفيروس يكون مناعة ضدها ويتوحش ويستشرس أكتر؟ الإجابة لأ. ليه؟ لأننا زي ما شفنا المطهرات اللي اتكلمنا عنها عبارة عن سيوف وسكاكين كيميائية بتقطع وتمزع في الوحدات البنائية للفيروس نفسه، ومهما تطورت الفيروسات وتحورت وتغيرت التفاعلات البيوكيميائية اللي بتأثر بيها على الخلايا، هتفضل برضو الفيروسات مكونة من نفس وحدات البناء الكيميائية اللي بينطبق عليها نفس الفعل الكيميائي للمطهرات، بعكس المضادات الحيوية اللي فكرة عملها التدخل في التفاعلات الأيضية للبكتيريا. علشان كده تقدر البكتيريا تكون مناعة ضدها عن طريق تغيير مسارات التفاعلات دي. طب هل معنى كده بقى اننا نطمن بقى ونستحمى بالمطهرات الرهيبة دي ونغسل بيها الشوارع ونرشها في الجناين ونحقن بيها الناس على رأي ترامب؟ برضو لا. طب ليه؟ لأن أجسامنا احنا كمان مكونة من نفس وحدات البناء الكيميائية اللي هي الإنزيمات والبروتينات والأحماض الدهنية إلى آخره، وسكاكين الحرب الكيميائية اللي بتقطع في تكوين الفيروسات دي ما بتميزش، وليها نفس التأثير على خلايانا. مش بس كده، دي برضو بتقتل البكتيريا النافعة في أجسامنا، وكل ده بينعكس علينا بالضرر في صورة التهابات وسرطانات مضاعفاتها أخطر بكتير من العدوى الفيروسية اللي بنحاول نحاربها. يعني نستخدم المطهرات ولا ما نستخدمهاش؟ الخلاصة الالتزام بالعادات الصحية السليمة زي اتيكيت الكح والعطس ومراعاة حدود المسافات الشخصية ومبادئ النظافة الشخصية بيحد من انتشار الفيروسات وبيقلل الحاجة لاستخدام المطهرات، اللي في الأول وفي الآخر المية والصابون يغنوا عنهم كلهم. وكل المطهرات دي ابتدعوها أصلا لتعذر استخدام المية والصابون طول الوقت وتحت ظروف معينة، فإذا حضر الصابون بطلت المطهرات. الدور بقى عليكم تكتبوا في التعليقات ايه المطهرات اللي بتفضلوا استخدامها وليه اخترتوها، ولو عجبكم الفيديو او طلعتوا منه على الاقل بمعلومة واحدة ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا برضه في التعليقات ايه المواضيع اللي تحبوا نتكلم عن كميتها في الفيديوهات الجاية، واشتركوا في القناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. شكرا على المتابعة والدعم، وسلام عليكم.